القرآن الكريم صوت الأزهار. أعزائي المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع لقاء يجريه فضيلة الشيخ غنوم نسبين، يستضيف فيه الأستاذ نقولة أبو فيصل رئيس تجمع في البقاع، والأستاذ وسيم الرياشي مسؤول العلاقات الخارجية في التجمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. كما يسعدني أن أستقبل أيضا ومباشرة ومن داخل استوديوهات إذاعة القرآن الكريم صوت الأزهر المهندس وسيم الرياشي مسؤول العلاقات الخارجية في تجمع الصناعيين ومصانع سوما بلاست للصناعات البلاستيكية. كما يسعدني أن أحيي السادة المشاهدين الذين يشاهدون في شتى أنحاء العالم عبر الفيسبوك على صفحة غنوم نسبين وإذاعة القرآن الكريم صوت الأزهر. البداية مع تقديم ننتظره جميعا لأول مرة مع الأستاذ نقولة أبو فيصل الذي يسعدنا أن نستمع لحديثه في هذه الأثناء، فله الكلمة. أهلا وسهلا أستاذ رياشي. شكرا أبو فيصل. صباح الخير. هذا صباح الفل شيخنا. صباح الخير لك وللأخوة المستمعين والمشاهدين لإذاعة القرآن الكريم في لبنان والعالم. حقيقة شرف كبير لي أن أكون بهيدا الإطلالة الأولى. أنا ابن كفر زبد لأنتمي إلى هذه الأرض على بعد كيلومترات من الأزهر الشريف هون بهالمنطقة الحبيبة إلى قلبي مجدر عنجر. نحن كنا بلقاء صباحي مرقنا أخذنا بركة صاحب السماحة مولانا المفتي، وكان عنا الزوادة اللي بدنا نكمل فيها. أعطانا العزم، شدينا حالنا لنواجه، لأنه الواضح أنه نحن رايحين إلى تحديات اقتصادية صعبة في المائة يوم القادمة على لبنان. نحن في حصار اقتصادي، لازم نتضامن، لازم نقسم الرغيف بين بعضنا، ما يكون في عنا خوف وخجل نقول لبعضنا عن أشخاص محتاجين لنساندهم ويساندونا، لأنه الحياة تستمر. وإكرام الناس اليوم هي الوقوف إلى جنبها بدون إزدال. الصناعة في البقاع عموما، خلينا نقول بلبنان عموما وفي البقاع خصوصا، الصناعة اللبنانية قد تكون من سيئات الأزمة أنه انضربت أسعار الليرة اللبنانية و تراجعت المصالح والأعمال التجارية والصناعية، إنما أملنا كبير أنه يعود اللبناني إلى صناعته، المصانع اللبنانية ترجع تأخذ دورة، وخاصة المصانع الأغذية نخفف من الاستيراد الكبير اللي كان عم بيفوت على لبنان، ونستبدل رفوف المحلات والسوبر ماركت بمنتجات لبنانية بأسعار مقبولة ومناسبة لمداخيل الناس. مثل ما بنعرف كلنا سماحة الشيخ والإخوة المستمعين والمشاهدين، إنه مداخيل ورواتب وأجور العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص تدنت إلى الربع. يعني أحسن راتب اليوم يمكن فقد من قيمته 70 أو 80%. قد يكون الآتي أعظم، إنما الاتكال على الموزع عز وجل، ربنا لن يتخلى عنا. نحن عنا إيمان، عنا اعتقاد إنه رب العالمين عز وجل سوف يكون إلى جانبنا، لأنه الوضع اللي انحطينا فيه بهيدا المأزق اللي وصلنا فيه نتيجة المقزق الاقتصادي والسياسي، وأنا هون جاي لأحكي سياسي اقتصادية أفضل لإلي، لأنه كل واحد حبذا لو كل واحد بيحكي باللي بيعرفه باللي بيشتغل فيه. نحن وقعنا في مكان، وقعنا في خطيئة لما صار كتير من الأشخاص تحكي عن مواضيع من شغل ووظيفة غيرها. يعني أنا أنحني قدام
سماحة المفتي اليوم بكلمات مقتضبة مثل ما بتعرفوا كلكم كلماته الجميلة والمعبرة والمقتضبة، أعطانا خارطة الطريق وقال لنا بالحرف الواحد نحن قدامكم وإلى جانبكم، وين بدكم مع مين بدكم نحكي كيف بدنا نتواصل. كان رسالتنا إلى سماحته يا بيي كما أحب أن أناديه يا أبي، أنا أنادي سماحة المفتي أبي، والمعرفة فيه تعود إلى أكثر من 30 سنة مضت. نعم أستاذ، نقولها بالحقيقة اليوم خليني أوصل على الأرض، اليوم شو التأثيرات السلبية التي تخوضونها؟ ما هي المشكلات بالحقيقة التي تعيشونها في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، وخصوصي أنه عندكم مؤسسة جاردينيا اللي هي شو بتصدر لبرا وشو بتصدر في الداخل والتأثيرات السلبية سلبا وإيجابا؟ نعم السؤال بمحله شيخ، أنا بفهم كتير منيح أنه نموت إن لم نصدر، كلنا كمصانع، وهون أنا مش بس أحكي عن جاردينيا أو الأستاذ الرياشي المهندس الرياشي يكون حديثه عن السوموبلاست، نحن عم نحكي كصناعيين. البقاع يضم حوالي 818 صناعي مرخصين بوزارة الصناعة، إضافة لما ما يفوق 700 كمان مصنع بدون ترخيص موجودين بالمناطق البقاعية. حاليا نحن مشكلتنا بالتصدير الى الخارج تعود الى اسباب، انه كمان المشكله اللي موجوده بالخارج نتيجه الفيروس كورونا اللي انتشر بالدول الاوروبيه خلى كل المطاعم والمؤسسات التجاريه تفتح جزئيا وليس كليا، وتراجع التصدير الى الخارج بنسبة النصف تقريبا بالأشهر التي مضت. اليوم عم نطمح أن يكون في عنا صادرات منيحة، والهدف من الصادرات هي اللي بلشنا نشتغل فيها حاليا على الكلفة at cost تقريبا، لنجيب دولار فريش ماني دولار نقدي لاستيراد واستبداله بمواد أولية. المشكلة الكبيرة اللي عم يعاني منها الصناعي اللبناني اليوم هو تأمين المواد الأولية، وأنا ما عم بفشي سر وأكيد عم خبر عبر الإذاعة الكريمة المباركة إنه الصناعة اللبنانية بدها ترجع تاخذ دور، لا بما لا توفر مواد أولية، لعدم توفر دولار نقدي لشراء مواد أولية. عم نحكي بشكل عام، ممكن في مصانع عم تشتغل بقدرة عالية، ممكن مصانع ما قدرت تكمل. كمان في الأسواق الداخلية في لبنان، هلأ قبل شوي شفت أنه سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بحدود 7800 ليرة أو بهالحدود هي. المواطن في لبنان عم ياخد السلع الغذائية الأساسية، المصانع مش كلها بتشتغل غذاء بالباع، في صناعات كتير عنا موجودة، وهيدي الصناعات عم تنزل مبيعاتها ما يقارب 80%، يعني عندها بعد رقم مبيعات يومي لا يتجاوز 20% من رقم أعمالها اليومية. بالحقيقة إلى المهندس وسيم رياشي مسؤول العلاقات الخارجية في التجمع الصناعيين، أنا لاحظت من الأستاذ الأولى أبو فيصل أنه مع كل 7800 اليوم الدولار وهو متفائل في الصناعة وهو متفائل بهالبلد، الحقيقة شو بترد شو بتقول؟ معقولة يعني وحضرتك مثله يعني متفائلين لحتى هيك تبقى البسمة على وشنا بحق؟ أول شيء بدي حي أعزائي المشاهدين والمستمعين، بدي أشكر سماحة المفتي على استقباله الحار وعلى دعمه الدايم لإلنا كصناعية وكبقاعيين، بدي أشكر سماحة الشايف كمان على استقباله أنا بالإذاعة الكريمة، وأنا مثل ما قال الأستاذ الأولى نحن دائما عندنا تفاؤل لانه بنحب هالبلد ومتشبسين بهالبلد، بهذه الكلمه هيك عندنا تفاؤل بهالبلد، مرق كثير ايام سوداء على هالبلد، هلا في غيمه سوداء كثير كبيره فوق هالبلد، ان شاء الله تمرق على خير، بس نحن دائما عندنا امل، نحن عندنا رجاء، عندنا امل، خاصه كشباب البلد متكل على الشباب، يعني دائما لبنان الشعب اللبناني بكل انحاء العالم مميز. وين ما راح على اوروبا على
الخليج، على كل دول العالم، على امريكا، على كل دول العالم، اللبناني مميز عم بيتبوأ اعلى المراكز واهم المناصب بالشركات او ب او على او على صعيد على السياسه المبادره كله سياسه، او على حتى في نواب، في وزراء لبنانيه، في يمكن اغنى، كان اغنى رجل بالعالم اصله لبناني. يعني لبنان مميز وما كان مميز، الا بلبنان دائما 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 عندنا مشاكل. هالمشاكل مش ذنبنا، نحن خلقنا بحرب، نحن جيل الحرب، خلقنا بالحرب، ما بنحب. يعني بنتامل انه بدنا نعمل جهدنا حتى اولادنا ما يربوا اللي ربينا فيه نحن. سؤال بس استاذ، نعم. وسيم، يعني اليوم شو التأثيرات اللي انتم عم بتعيشوها؟ يعني اليوم هل القطع اللي عم بتسووها، البلاستيك اللي عم بتسووه مثلا، هو زيته، يعني شو انقلب عليكم يعني اللي عم تتعاملوا بالدولار؟ شو التأثيرات السلبية؟ التأثيرات السلبية، نعم. اول شيء في ازمة عالمية، نعم. عندها اسواق خارجية وفي عندها اسواق محلية. السوق الخارجي تأثر كثير من وراء ازمة كورونا، في ازمة عالمية. بعدين لبنان غير الكورونا في الأزمة الاقتصادية هي الأساس، يعني حتى سوق لبنان نازل مثل ما قال أستاذ الأولى، نازل 80% وأكثر سوق لبنان. بعدين كل المشكلة الصناعة هي المواد الأولية اللي هي بتشتريها بالعملة الصعبة، يعني أوكي اليد العاملة هذه بشكل نسبة بسيطة أو الكهرباء بشكل نسبة بسيطة، بس عندك الأساس هو المواد الأولية اللي أنت منك منا متوفر أبدا بهذا البلد. يعني أنت منا هون منك بلد ما فيه موارد للصناعه، لتدعم الصناعه، مضطر تشتريها كلها من برا. نحن كبلاستيك اللي هي اكيد معلقه كلها بالبترول، ان شاء الله بيوم من الايام يصير في بترول. يعني بالحقيقه لفت لي نظري من يومين عم اقول له لاخ ميسور، هو اموال كثير وعنده موظفين، عنده شي 400-500 موظف، عم اقول له، قال لي انا حوالي 300 موظف انا كشيتهم، بس عندي 100 موظف او 90 موظف هودي اجباري بدهم يضلوا من شان متابعه العمل. قال لي يعني عندي كل شهر 100 مليون ليره لبنانيه بدي ادفع لها هؤلاء الناس على الاقل. هذا اذا مليون، في ناس بتقبض 4 ملايين عنده لانه صاروا زمان عنده. فبالحقيقه عم بقول لي نعاني الامرين في الاستحصال على اموالنا. يا استاذ الاولى، الى اين لوين نحن واصلين؟ خير ان شاء الله. بالنسبه للصديق اللي اعطيتنا مسير عنه، هذا ذكي جدا بدون ما اعرف مين، لانه هذا الرجل عم يحافظ على الكفاءات. هاي الكفاءات اذا راحت هيك عم تعمل زيت شي سوموبلاست وغاردينيا وغير مصانع، لانه الكفاءات اللبنانيه اللي موجوده نهار اللي بنفقدها وبتهاجر نحن ما عاد لنا وجود، نحن مجبورين نحملهم. وانا بقول دائما لنا 20-30 سنه نحن عم نحكي بامر ما صنعنا، نعمل ونشتغل. والله أكرمنا ما فيه الكفاية، وكان في زيارة مباركة لسماحة المفتي إلى مصانع جرينيا، وأخذنا بركة كبيرة وشاف إنه اليوم شو عم نصدر إلى المطاعم اللبنانية في العالم من منتجات لبنانية ومستمرين. أنا بدي أقبل إنه هلأ عم بيشتغل بهامش ربح قليل جدا كصناعي لبناني أو على الكلفة أو تحت الكلفة. إذا جيت أحكي على الصعيد الشخصي، أنا اليوم عندي خسائر شهرية مبلغ، إنما مضطر استمر. اللي تفضلت فيه بالسؤال، وأنا عندي تسجيل إعجاب بأسئلتك الذكية شيخنا، الأمل في لبنان. هيدا لبنان يا أخي هو بينه وبينه، إذا بيك مريض تتركه بتفل، فينا نسافر بدون ما نهاجر. أنا عندي مشكلة مع الأجرة، هيدا البلد منه فندق نروح نغيب ونجي ننزل فيه شهر بالصيفية. أنا أؤمن بمبدأ سافر ما تهاجر. هيدا البلد هيدا بدنا نورثه لأولادنا، بدنا نحافظ عليه. نحنا كان هيدا أماني بأيدينا من أهلنا، نحنا بدنا نوصل الأماني لأولادنا. بدنا نحاول نفهم شبابنا إنه الهجرة مش هي الحل. استثمر بأرضك، استثمر بوطنك، سافر ما تهاجر. في رزقة بتجي لعندك وفي رزقة انت بتطلع بالجيبة. هيك انا بعمل، بطلع ببرم انا والاخوة. قبل الكورونا كنا بوفد اقتصادي بالجابون، كان معنا الاخوة الصناعيين ورئيس بلدية مجر عنجر، بوجه له تحية، الأستاذ سعيد ياسين كان معنا كامل بالوفد، وشفنا النجاحات اللبنانيين هوني، وشفنا انه قادرين نعمل صناعة بالجابون نربطها
من لبنان ونعمل لها المانجمنت تبعها من لبنان ونديرها من لبنان بخلال وجود اشخاص موفدين يروحوا بالشهر مره او اكثر شوي لمتابعه العمل. رسالتي لاخوتي اهل البعض، انا ابن السهل، بدنا نرجع على الارض، في استثمارات جيده جدا. نحن كل اللي عملناه بشغلنا عملناه من هالبلد، الله اكرم الصناعيين واكرمنا معهم من خلال الايمان في الارض. الارض تعطيها بتعطي. لهلا عنا الاف الهكتارات بسهل البقاع بعدها بور ما عم تنزرع. لهلا اذا بنطلع على الميزان التجاري اللبناني عنا اقله في 15 مليار دولار فارق بين الاستيراد والتصدير، وهيدا بينشغل عليه كتير بافكار بانوفيشن كان عم يحكي عنهم هلا الاستاذ المهندس السرياجي، وهو تفاصيل اكثر ملم فيها. نحن نعطي توجيه لاهلنا. جاردينيا وصلنا لما يقارب 600 مطعم لبناني في العالم من خلال العمل اليومي والدؤوب والمتواصل بانه نصدر منتجات زراعيه لبنانيه مصنعه من الباذنجان المشوي لورق العنب الملفوف للكبيس للبهارات للتوابل لكل المواد الغذائيه، مستلزمات المطبخ اللبناني بالعالم. انا بقول ليش ما نصنع افريقي بكميات؟ انا بصدر 100 طن افريقي، يمكن اذا في 200 طن بصدرهم، 300 طن بصدرهم. هيدي وحده من الاصناف اللي ممكن تنزرع وشغلتها بسيطه، وصار في تطوير لصناعه الافريقي من خلال اليو اس ايد الوكاله الامريكيه للتنميه بانه يعطوا مثل محامص لإنتاج القمح الأخضر. يعني إذا ما فتنا بتفاصيل الصناعة بس معروف هو الفريقي قطف القمح هو وبيكون بعده أخضر وتحميصه وأعطاءه نكهة المحرول في ماء، وأكلة عالمية مطلوبة باليابان مطلوبة بأمريكا. هلأ إذا في 200 طن نحن مستعدين نخلون هيدا الانتاج تبعه ارباحه، انتاج الافريقي ارباحها تفوق انك تسافر تقعد 3 سنين في الخليج. يعني سنة انت اشتغل بانتاج صنف زراعي لبناني احلى ما تطلع تقعد سنة واثنين وثلاثة بالخليج وبعدين قاعد انت وافد او مقيم. بعتقد انه الازمة العالمية اللي موجودة حاليا حتعيد الشباب الى ارضهم، يمكن يكون من حسناتها انه يرجعوا يستثمروا بقطاعات انتاجيه. ارقامنا بتصرف سماحه الشيخ ودار الافتاء الكريمه، نحن مستعدين لكل استشارات مجانيه ودعم ومسانده لكل الاخوه الشباب اللي عم يسمعونا واللي عم يشوفونا هلا بالعالم، فين يتواصلوا معنا ونحن بكل سرور مجبورين نخدمهم لانهم كما كلنا بنعرف مجانا اخذتهم مجانا اعطوا. بالحقيقه رب ضاره نافعه. الملفت للنظر انه الاستاذ ابو فيصل كثير متفائل وكثير عم بحمسنا على التفاؤل، ويبدو بلدنا مثل ما قلت انا القاعده رب ضاره نافعه، يمكن اجتنا هالهزه هي لانه لن نرجع نجدد من جديد ان شاء الله تعالى ونعود الى الزراعه ونعود الى البناء من جديد ولنكن يدا واحده، وتأبى العصي ان اجتمعنا تكسرا واذا تفرقت تكسرت احادا، فلنبني معا ولنجتمع معا ولنجني معا لبناء هذا الوطن الكريم. استاذ المهندس رياشي، مثل ما لاحظت متفائل جدا برايك. اليوم هو حكى عن الغذاء وكل شيء بصنعه ومصنعه اللي هو جاردينيا في شتى انحاء في لبنان وفي العالم. حضرتكم على صعيد البلاستيك، هل تستفيدون محليا فقط ام عالميا ايضا وكيف؟ لا، نحن كمان عندنا سوق عالمي، لانه مثل ما قلت لك لبناني هو مميز، يعني لازم تتميز لتقدر تواكب وتتقدم عالميا. لأن الحمد لله نحن تميزنا بالنوعية، تميزنا بالموديلات، تميزنا بالذوق،
وكرمال هيك عنا أسواق بالعالم كله بأوروبا والدول العربية، بس برضو مثل ما قلنا هلأ الأسواق كلها دائرة برا بخصوص بسبب الكورونا، بس في أزمة اقتصادية. شو اللي أثر عليكم أكثر، الواقع الاقتصادي اللبناني ولا كورونا برأيك؟ الكورونا عالميا، والاقتصاد اللبناني هو بلبنان بالسوق المحلي. هو السلك المحلي نعم على محوري. طيب سافر ما تهاجر اللي انا حضرته وانا لفتت نظري لهذه العباره، سمحت المفتي بيعطينا عبارات هيك صغيره لكن لها معاني كبيره وجامعه مانعه. الاستاذ الاولى قال سافر ما تهاجر، يعني عد الى بلدك، انعش بلدك. ماذا تقول حضرتك؟ دائما بيرددها وانا بحط ايدي بايده، خاصة على الشباب، هو اتكال البلد على الشباب. الشباب هن مستقبل البلد، إذا هاجروا عم نخسرهم، عم نخسر أدمغة. أكيد إذا واحد عمل شغلة برا أو اضطر يسافر سنة أو سنتين ليأمن مبلغ معين بس يرجع يستثمر بلبنان، نحن بنشجع الكل يرجعوا على جذورهم. لفت لي نظري أمر جدير بالأهمية. كنت رايح صوب الأرعون أستاذ الأولى وأستاذ رياشي، من هون للأرعون كل فلل، من أضخم الفلل من أضخم، ولكنها يعني لا شيء، ما فيها شيء. بينما لو وضعت هذه الأموال في إنعاش المنطقة وفي الإنفاق على المنطقة وجعل مشاريع في المنطقة، ماذا تقول حضرتك أستاذ الأولى؟ ماذا تقول لهؤلاء الناس؟ زادت الملاحظة اللي أنا عم شوفها، بيوت جميلة إنما ما فيها، ما فيها حدا، ما فيها بشر، ما فيها سكن. أكيد أكيد جميل جدا انه يكون عندنا منازل جميله ويكون في استثمار لاخوتنا المسافرين او المهاجرين اللبنانيين بالعالم، انه يكون عنده بيت جميل في وطنه. هيدي انا بعتبرها روعه. انما بيلفتني الاراضي الزراعيه اللي لهلا بعدها غير مزروعه. انا قمت بمبادره صغيره بين عنجر وأكفر زبد بزراعة 5000 شجرة صنوبر. بعدي أنا إلى الاستثمار في الأشجار المثمرة. أخذنا مشاريعنا الزراعية على أرمينيا، عملنا مشاريع زراعية في أرمينيا، مش لأنه ما عنا أرض في لبنان، عنا أرض، بس قد تكون المناطق هيدي بدها كلفة الزراعة فيها اليوم بالوقت الحاضر عالية مرتفعة، من كلفة المياه إلى تفاصيل ما رح نفوت فيها بقد تشعب فيها. أنا اليوم استطعت أن أغرس في أرمينيا 108,000 شجرة مثمرة. سألني أحدهم ليش هؤلاء الأشجار ما حطيتهم أنت في أرضك؟ أنا كان فيني أحطهم بأرضي. يمكن سعر الأرض الزراعية بأرمينيا يعادل سعر الأرض الزراعية الموجودة في لبنان ببعض المناطق إذا بعدنا شوي شمالا أو باتجاه عكار أو باتجاه مناطق الكار. إنما كل في أنا أتمنى إعادة النظر في الحوافز. يعني اليوم الإخوة المسافرين أو المهاجرين لبرا المستثمرين لتجي تعطيه أنت تطلب منه يستثمر في لبنان، خلي يكون عنده خارطة طريق، خلي يكون عنده جدوى اقتصادية معروضة قدامه. يعني لهلأ أنا بزعل لما بشوف الحكومة اللبنانية بعد لهلأ ما عندها خطة زراعية. طيب نحن عم نقول مش بس خطة، ما عندها شيء، يعني كأنه هي. أنت قلت سيدي إنه بعد في نقص بمكان ما رغم المجهود العالي اللي عم يقوم فيه معالي وزير الزراعة وسعادة مدير عام وزارة الزراعة، هني على الصعيد الفردي عم بيقوم بمجهود. إنما الحكومة كحكومة عندها نقص بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة. يعني أي مشروع بتعمله بده يكون في توافق. لما إجوا يحكوا عن محطات الكهرباء كأنه عم نقسم البلد، محطة كهرباء في المناطق الفلانية ومحطة في المناطق الفلانية، كأنه عم نروح على لا مركزية إدارية من هلا. الإنماء يعني فينا نختم بكلمات فيها أمل. نحن نكرر بكل أطلالاتنا ما كتير عنا إفراط في التفاؤل، عنا أمل مثل ما تفضل المهندس رياش، عنا أمل. يا أخي أنا عم بقرأ تاريخ، أنا عم بقرأ تاريخ. مين كان قال بتاريخ لبنان نحن بنوصل نقل اليوم مثل ما نحن قاعدين؟ مرق على تاريخنا اضطهادات، مرق على تاريخنا حروبات، مرق مشاكل. اليوم الوضع في لبنان يتطلب، لبنان هو شركة
بده إدارة شركة وشراكة. أنا وياك ما فيك تلغيني ولا فيك تقرر عني ولا فيك تحكي باسمي. أنا بدي أتشارك أنا وياك في القرارات الاقتصادية والصناعية والتجارية، ونقول نحن بدنا نعمر هالبلد. ما فيني أعمل محطة كهرباء بالشمال ما أعمل ببيروت، ما أعمل بالجنوب، ما أعمل بالبقاع. الإنماء المتوازن مشكلتنا بالبقاع. اليوم كتجمع صناعي أخذنا مبادرة مع الأخوة إنه نعمل شوية حراك، لأنه كنا مهمشين من الجمعية الصناعيين في المركزية في بيروت. تخيل إنه عدد أعضاء جمعية الصناعيين في بيروت 24 عضو، البقاع فقط ممثل في عضو واحد. هذا ليس من العدل. نحن عندنا حقوق، نحن عندنا مطلب اليوم إنه نكون ممثلين من ال 24 عضو كمنطقة بقاع، بين الأربعة والخمس أعضاء وأقل من ذلك حيكون عندنا استقالات جماعية. لن يبقى البقاع مهمش صناعيا ولا زراعيا ولا تجاريا. وأنا بدي أقول لكل هاي العالم، هلأ وقتك. للشباب اللي عم يشوفني واللي عم يسمعني خاصة بالانتشار، خلي يفهمها بالإنجليزي، you have to keep your place. أنت اليوم خذ مطرحك، لأنه ممكن لقدام شوي no more places، ما رح يضل فيه. أنت اليوم مطرحك خده. هيدا البلد أزمة وتمر، الإيمان بالله دايما موجود. نحن بلدنا مرق عليه صعوبات أكتر بكتير من اللي عم تمروا هلا. في موضوع سياسي اليوم تصفية حسابات، خلينا بعد عنها. نحن خلينا نشتغل، خلينا نطبق النشيد الوطني اللبناني، قولنا والعمل، قولنا والعمل، وكلنا للوطن، ومحبتنا يكون خيرنا لبلادنا. وكل احترام وتقدير لك شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك. بالحقيقة كلنا للوطن، هيدي دائما سمحت المفتي بيقول كلنا وليس جزء منا، كلنا للوطن والوطن كله لنا. يجب أن يكون يعني ابن لنا ونحن نتبنى لهذا الوطن. عفوا. بالحقيقة بس آخر يعني كلمة وتكون مسك الختام، وبسمع لك كليمة صغيرة أستاذ تكون ننهي في هذا اللقاء. الأستاذ المهندس الرياشي حضرته قال نحن بلبنان شركة، والشركة نحن بنعرف إنه تركي. إذا أنتي بتكون تركي، تركي إذا لم يكن لها إدارة. وعندنا حكومة، بل حكومات سابقة والتي تلت والتي قبل وبعد، وما شاء الله عشنا وعيشنا ولا زلنا نعيش التفرق والتشتت. بتقاتلوا السياسيين شوي بننزل على الشارع، بتقاتلوا ما بعرف إيش بننزل على الشارع، ونحن لا حياة لمن تنادي. ما هي رؤيتك وماذا تقول؟ وكلام يكون مسك وكله مسك. برجع بردد دائما بالامل. نحن ما نحكي اقتصاد وعمل. بالبلد المتامل في دائما عندنا امل، امل بربنا. ربنا ما بيترك هذا البلد، هذا بلد بالنسبه لنا بلد مقدس. الله مبارك بهذا البلد، وانا اكيد انه هذا البلد رح يوصل لبر الامان، حتى لو اخذ وقت بس رح يوصل لبر الامان. بالنسبه بس انا برجع بشد على ايد الشباب انه ما ييأسوا، بالعكس هلا الوقت انه يشتغلوا زياده ويفكروا زياده ليبرزوا اكثر، ونشوف كيف ننهض بهذا البلد. ننهض اكيد اقتصاديا، ونجرب انه نحن ما بعرف، خلي السياسه على جنب، نجرب ضل لبناني دائما عنده اسم مميز، مثل ما تميز بالطب، تميز بالهندسه، تميز لبناني مميز بكل شيء، نضل مميزين بكل القطاعات. شكرا لك. شكرا لكم. استاذ ما بعد الضيق الا الفرج، وهناك قاعده تقول اذا ضاق الامر تسع. يعني لذلك نسال الله عز وجل انه نكون نحن قادمين الى فرج بعد هذا الضيق. كلمه اخيره من الاستاذ الاولى ابو فيصل والتوجيهيه، وماذا تقول للناس في عبر اثير اذاعه القران الكريم صوت الازهر؟ خير ما نختم به صلاه ودعاء. نحن أصبحنا كالجسس المتحركة في لبنان. أدعو الله أنه يشوف حالنا ويطلع فينا، لأنه لا خلاص لنا إلا بأعجوبة إلهية. الحلول الأرضية استنفذت كلها. إذن أختم أنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا تأييد لحديثك أستاذ مولان. إن شاء الله أنه الله عز وجل يرفع عنا البلاء والوباء وتسلط الأعداء، وأجل طبعا الذين يريدون كيدا.